أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحلقة من برنامج الخيمة الرمضانية بشقيها الفقهي والطبي. موضوعنا الفقهي لهذه الليلة هو عن الحج في زمن الأوبئة، الأحكام والضوابط. والموضوع الصحي هو عن الصوم وأمراض السكر. ويسرنا أن نستضيف لكم للموضوع الفقهي فضيلة الأستاذ الفقيه المرابط والمحمد أمين، نائب الأمين العام المساعد لهيئة العلماء الموريتانيين. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. ولمناقشة وإنارة المتابعين الكرام في مجال أمراض السكري، نستضيف لكم الدكتور مصطفى ولي السجاد، أخصائي الأمراض الباطنية. مرحبا بكم دكتور. طبعا كما هو معروف فيما يخص الحج من ناحية الأحكام والضوابط، هذه مسألة لا تتطلب تقديما في حد ذاتها، ولكن المميز في هذا الموضوع أساسا هو تقديم الرد الإسلامي أو رد الدين الإسلامي وحقيقة الدين الإسلامي في تعامله مع الأزمات، سواء المتعلق بها منها بالفكري منها والعلمي، لأن موضوع الحج في زمن الأوبئة وجرأة المسلمين وعدم التزامهم بالضوابط العلمية أخذه الكثير من المستشرقين والملاحدة حجة على الدين الإسلامي وحجة على مواكبته وكونه دين صالح لكل زمان ومكان. وهو نعرف جميعا أن القرن 19 كان قرن الأوبئة بامتياز، وقد تسبب في بعض المراحل التاريخية إلى توقف عملية الحج وعزوف الناس عن الصلاة في المساجد، رغم ما تخلل ذلك مما يتحجج به كما أسلفنا المستشرقون والملاحدة من أن العقيدة الإسلامية هي عقيدة لا تقيم وزنا للحياة البشرية، وبالتالي تتعامل بالكثير من الرعونة مع الوقاية وهذه الأمور، وهي طبعا ادعاءات لا صحة لها كما سينيرنا بذلك فضيلة الأستاذ. أستاذنا الفاضل، قبل أن نبدأ معكم سنتابع عنصرا تمهيديا عن الموضوع من إعداد الزميل محمد رمين والعبد الله، تابعوا معنا. الصورة التي أثارت مشاعر الحزن في قلوب المسلمين حول العالم لا طواف حول بيت الله الحرام حين ضربت جائحة كورونا كوفيد-19 العام الماضي، الجائحة التي فرضت على العالمين مطا قاسيا من الإجراءات الوقائية حالت بين المسلمين وأداء فريضة الحج. الحج في زمن الأوبياء، الأحكام والفتاوي المتعلقة، موضوع قد يصنف ضمن النوازل الفقهية والدة الظروف الاستثنائية، ولكنه ليس بالموضوع الجديد، ولعله قديم قدم هذا الركن الإسلامي العظيم نفسه. تقطعت السبل إلى البيت الحرام لعدة قرون خلال فترات من عمر الإسلام، أغلبها كان بسبب انتشار الأوبئة التي ضربت العالم خلال قرون متعاقبة. في كتابه تحفة النبلار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحدث الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة عن جائحة الطاعون الأسود خلال مروره من بلاد الشام والحجاز في العام 48 و300 و1000 للميلاد. ولا الطاعون المعروف بالموت الأسود والذي استمر لأربعة قرون متواصلة يخيم على العالم بظلال قاتمة حتى نهاية القرن 19، وتسبب في تعليق الحج لمرات عدة. الفتوحات العلمية التي جاءت مع القرن 20 نجحت في القضاء على كثير من الأوبئة كالطاعون والكوليرا، ولكنها لم تغلق الباب أمام زائر جديد. فما هي الأحكام والفتاوي الفقهية التي رافقت قرار تعليق الحج في ظل الجائحة الجديدة؟ وما هي الشواهد في الكتاب والسنة التي يمكن أن يستدل بها على جواز تعليق عبادة بهذه المكانة في الإسلام؟
أسئلة كثيرة تطرح نفسها في ظل ظرف صحي استثنائي يعيشه العالم، عنوانه الأبرز: الوباء العالمي وإجراءات الوقاية. طبعا فضيلة الشيخ، سمعتم التساؤل الذي طرحه الزميل محمد الأمير عبد الله، وأضيف عليه أنه بالنسبة للتعامل مع الجائحة ومع الطواعين والأمراض التي كانت تظهر، الأوبئة التي كانت تظهر، كانت دائما على شكل عمومي، لم يحدث تخصص إلا في أواخر الدولة العثمانية على ما أعتقد، حين نشأت جهة رسمية، لكنها لم تكن جريئة على تعليق أحكام، على تعليق أركان من الإسلام. لكن السؤال الأهم هو: هل هناك مثلا العقيدة الإسلامية وتعاملها مع القدر، تعاملها مع الأوبية، عندما تكون نظيفة وعندما تكون تلحق بها أدران البدع في تعاملها مع في اتخاذ القرارات التي يجب أن تحمي تتخذ في حالات كهذه، حالات ظهور الأوبية من أجل تعليق ركن معين، وهل يمكن أن يعلق أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين. الحج بدون شك هو ركن من أركان الإسلام والركن الخامس، لكن الله تبارك وتعالى أناط وجوبه بالاستطاعة، وهي الاستطاعة بإجماع العلماء هي استطاعة بالمال والبدن والأمن، أمن الطريق وأمن الحاج أثناء أدائه لمناسك الحج. لا بد أن يكون الحاج آمنا على نفسه حتى يكون الحج موجها إليه من ناحية الشريعة ومخاطبا به، وإلا كان الحج غير مطالب به شرعا. هذا فيما يخص الحج. وبشكل عام، الله تبارك وتعالى على أسنة رسوله جميعا حدد مجموعة من الضروريات الدينية، هذه الضروريات جعلها مقدمة على سائر الواجبات الشرعية، اللي هي وجوب حفظ النفس ووجوب حفظ المال وحفظ الأرض وحفظ النسب. هذه الضرورية طبعا حفظ الدين قبل كل شيء. هذه المسائل كل أمر، كل واجب القيام به قد يعرض إحدى هذه الضروريات يجب التوقف عنه، لأنها مقدمة على ما سواها في الخطاب الشرعي. لذلك فإن كل أمر يخشى أن يعرض النفس للهلاك، أو يعرض العقل، أو يعرض المال، أو يعرض العرض، هذا ضروري من الناحية الشرعية، بحيث أن الحفاظ عليه يقدم على سائر الواجبات الأخرى. هذا هو الخلفية الشرعية لاشتراط الأمن بالنسبة لوجوب الحج. لذلك في هذه الأحوال التي أشرتم إليها، هذه الأوبئة، هذه الجائحة التي تتوزل أنا، هذه الأوبئة طبعا هي من أخطر شيء على النفس، لأنها هي أمراض طارئة مبيدة للبشرية مهلكة لها. وعليه فإن كل شيء يعرض الإنسان للتعرض لها أو مساسها به، هذا طبعا يجب يجعله في حل من أمره في المسائل الواجبات المتعلقة بهذا الموضوع. لذلك فإن الموضوع داخل في سياق عام لا خلاف عليه، أجمعت عليه كافة الشرائع السماوية، قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل، وحفظ نفس ومال معهما نسب، وحفظ عرض غير مبتذل. إذن هذه الضروريات اللي هي لا بد من الإنسان أن يحافظ عليها، لأن الشرائع كلها السماوية إنما جاءت من أجل حفظ هذه الضروريات للإنسان، ليس هنالك واجب شرعي إلا لأنه يحفظ النفس ويحفظ المال ويحفظ العقل ويحفظ العرض ويحفظ النسب، إذن ويحفظ الدين بطبيعة الحال قبل كل شيء. إذن كل الواجبات الشرعية مرتبطة بذلك، كل النواهي الشرعية إنما نهي عنها لكونها تمس من إحدى هذه الدوائر الست المحمية للإنسان. فحفظ النفس هو أولى هذه الضروريات، بل الضروريات الأخرى كلها لا نجد أنها ترجع كلها إلى حفظ النفس، لأن المال
حفظ لماذا؟ لأن حفظه ضروري للنفس. العقل حفظ لماذا؟ لأنه هو المميز للإنسان، هو شوهر الإنسان، هو المميز على الحيوان. العلم من خصائص الإنسان، حفظ لأنه إنما إذا لم يحفظ الإنسان لا يكون الإنسان إنسانا بل يكون حيوانا. النسب كذلك، هذه خواص إنسانية كلها ترجع إلى المحافظة على هي النفس البشرية. هذه النفس البشرية كل شيء يمس منها لإهلاكها في ذاتها أو التعرض لإحدى الأساسيات التي تقوم عليها بنيتها واستقامة أحوالها كالمال والعرض والعقل وما إلى ذلك، هذه مسائل محمية شرعا، بين غرضا من إنزال الشرائع السماوية تجاه حماية هذه الضروريات بدءا بالدين وانتهاءا بالخمس الأخرى حماية لهذا الإنسان. ذلك بأن الحج هو فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى واجب، ولكنه واجب ما لم يمس أداؤه من إحدى هذه الدوائر. أحرى إذا مس الدائرة الأساسية التي تتمحور حولها كل الدوائر وهي دائرة حفظ النفس. ذلك بأنه عندما يتأكد أن ممارسة هذه الشعيرة واختلاط هذا الجم الغفير من الناس في أماكن محصورة قد يؤدي إلى تعرض الإنسان لهذه الجائحة المهلكة التي لا علاج لها حتى الآن، يكون التعرض له وأداؤه يكون ممنوعا لأنه قد تعرض لإحدى هذه الضروريات بل إلى أهم هذه الضروريات. وكل واجب تعرض لهذه إحدى هذه الضروريات سقط الخطاب به شرعا. ولذلك العلماء بشكل عام في الأمور اللي أخف من هذا عندما يخاف على الأمن في الطريق حتى من اللصوص ومن السباع وأمور أخف من هذا يسقطون الحج. ونحن في الفترات السابقة أدركنا الناس لا يقرؤون باب الحج من الفقه، لأنه فترة معينة كانت الطريق غير آمنة بسبب اللصوص وبسبب السباع وما إلى ذلك، لأن الشقة كانت بعيدة وكانت الناس تذهب على الدواب، لذلك أسقطوا الحج حتى إنهم أسقطوه من الدراسة، لم يعودوا يدرسونه في الكتب، يتجاوز في بابه دراسة باب الفقه. إذن هذه الفريضة الدعيمة فعلا هي ركن من أركان الإسلام، وهي ركن مؤكد ولها فضائل لا يمكن أن تحصى، ولكنها منوطة شرعا بحصول الاستطاعة والأمن، الأمن في الطريق والأمن في أداء مناسك الحج والأمن على النفس من أن يعرضها ذلك إلى هلاك. وهذه طبعا الوضعية الآن واضح فيها جانب خطورتها على البشرية كلها، وأن البشرية ما زالت عاجزة الآن أمام مواجهتها بشتى الوسائل. لذلك فإن كل أمر ثبت أنه قد يسبب للإنسان الإصابة بهذا المرض الذي هو مرض مهلك والذي لا دواء له حتى الآن يجب التوقف عنه شرعا، لأن الإقدام عليه من باب الإقدام على هتك حرمات النفس وتعرضها للهلاك. وهي طبعا من الضروريات التي لا قائل يقول بجواز تعريض الإنسان لها، فقيامه بذلك إنما هو انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى ومساس بالضرورية الأساسية من الضروريات الدين المحفوظة شرعا. وعلى ذلك فإن الأمر من الناحية الشرعية أمر واضح لا خلاف عليه حتى بين كافة الشرائع السماوية، لا يختلف عليه. طيب. لذلك في الأمر على كل حال شواهد أيضا في التاريخ كثيرة، كما أشرت المقدم حدثت مواقف كثيرة أدت إلى ذلك من أوبئة ماضية ومن جوائح مرت بها البشرية ولن تزال كذلك إلى يوم القيامة. وعلى كل حال يتعامل معها تعامل شرعي عندما يكون هنالك خطر محدق بالنفس البشرية، إذا قامت بهذا الواجب سقط عنها هذا الواجب، هذا لا خلاف عليه ما دام الأمر قائما. وهذه الوضعية التي نعيشها الآن من هذه الأمور، ما دام الوضعية يخاف الناس من أن يسبب هذا التواجد الكبير للناس في هذه المواقع يعرض الناس لهذا المرض المهلك، ما دام الأمر كذلك فإن في الأمر سعة من حيث التجوز في الموضوع وعدم توجه الوجوب الشرعي الخطاب الشرعي للناس في القيام بهذا الأمر. على كل حال القضية ترجع إلى الوضعية الصحية، الوضعية الوبائية وتقدير الناس لها وهذه اختصاصي، فما دام اختصاصي يقولون ذلك فعلى الشخص أن يعرض نفسه إلى ذلك في الأمور التي هي أخف من هذا أحرى في أمور كهذه.
هل هناك مثل ما يذكر لنا المؤرخون انه حدث عزوف عن الحج من طرف الجماهير، وان الامم توقفت خوفا من المرض ولم تمارس، هل تناول علماء الامه عبر التاريخ، ونحن نعرف ان الاوبئه هي جزء من تاريخ البشريه، هل تم تناوله بشكل صريح بحيث ان يكون هناك مراجع شرعيه يمكن القياس عليها؟ لا يوجد مرجع شرعي فقهي يتكلم عن الحج الا وتكلم عن الابن، على ان الابن شرط اساسي لوجوب الحج، اذا تخلف هذا الشرط الشخص غير مطالب اطلاقا بالحج، بل انه لا يجوز له ان يقوم به، لان قيامه به يعرض نفسه للهلاك، وهذه والنفس كما قلت محميه شرعا حمايه تقدم على كافه الامور الاخرى، وذلك بين اشتراط الامن في جميع كتب الفقه. لا يمكنك ان تاخذ كتابا في الفقه يتكلم عن وجوب الحج الا وان اطلع هذا الوجوب بالاستطاعه واجعل من الاستطاعه حصول الامن. طبعا حتى في الطريق او في اثناء اداء مناسك الحج وغير ذلك. صحته وعمره وماله ونفسه. اذا هذا الشرط مجمع عليه، ليس من الشروط التي هي محل خلاف او محل اخذ ورد. هي مساله مفروغ منها، ما هي مساله خلاف. طيب لنا عودة لكم فضيلة الشيخ، وطبعا الآن سننتقل إلى الشق الطبي من هذه الحلقة، ونعرف جميعا أن مرض السكري من الأمراض المنتشرة بشكل كبير عندنا، وقد انتشرت ربما يؤسس على أن سبب انتشارها راجع إلى عادات غذائية، يراجع إلى أن انتقال الناس من البداوة إلى المدينة وركونهم إلى قلة الحركة والكسل أحيانا، هناك أيضا ثقافة الفهم الخاطئ للسمنة وأشياء أخرى كثيرة تضافرت حتى صنعت قاعدة وتاريخ لهذا المرض في البلد. ونعرف أيضا أن الصوم هو مرادف لنقص الوزن، مرادف للصحة بصفة عامة، وعادة يكون حافز على 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 التخلص من كثير من العادات الغذائية السيئة والتخلص من الوزن الزائد إلى آخره، ولكن طبعا في المقابل هناك تساؤلات دائمة التي تتبادر إلى أذهان الناس، أنا مصاب بالسكري، هل يمكنني أن أصوم؟ ما هي هل يمكن للصوم أن يكون أن يساعد على شفائي من السكري؟ هل يمكن أن يساعد على تأمين صحتي ضد المخاطر التي يتعرض لها عادة المصابون بهذا الداء؟ نتابع أولا قبل أن ننتقل للدكتور سجاد، العنصر التمهيدي من تقرير نسيبة سني عبداوة وقراءة سلطانة خليفة. للصوم فوائد كثيرة وله أجر كبير عند الله، لكن البعض من ذوي الأمراض المزمنة يمنعهم ذلك من تأدية هذا الركن الأساسي، خاصة مرضى السكري. وقد يواجه مرضى السكري بعض المخاطر في حالة إهمال الإرشادات أو عدم استشارة الطبيب، لأن الصوم قد يسبب نوبة قلبية للمريض أو سكتة دماغية أو تلفا في الأعصاب أو فقدانا للبصر، كما يسبب الجفاف لمرضى السكري نظراً لافتقار الجسم للسوائل وارتفاع معدلات الحرارة خلال فصل الصيف. لذلك يتعين على مرضى السكري الذين يصومون رمضان أن يشربوا كميات كافية من الماء خلال ساعات الليل لحماية أنفسهم من الجفاف وما ينتج عنه من مضاعفات. فالصيام بالنسبة للمرضى قد يشكل خطراً على حياتهم، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل الصيام ليقرر ما إذا كان الصيام مناسباً أم لا. فما هي الحالات التي يمنع فيها الصوم على مرضى السكري؟ وما هي الإرشادات التي يجب اتباعها في حالة الصوم؟ ومتى يكون مرضى السكري غير مؤهلين لصوم رمضان المبارك؟ طبعا دكتور الإرشادات سنسمعها تباعا طوال هذه الحلقة، هذا أولا، ولكن
طبعا شكرا لزميلتين نسيب وسلطانة. ولكن قبل ذلك طبعا اعتقد ربما يجب ان نتساءل اولا عن هل هناك نوع واحد من السكري ام ان هناك انواع، وما هي حقيقة ما ذكر في التقرير من مخاطر تتهدد المصابين بهذا في حالة الصوم؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للسكري، السكري هو ارتفاع السكر في الدم، و بس التشخيص عن طريق الدم. وأما أنواع السكري فهي عادة نعرف نوعين من السكري، النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول عادة يصيب الأطفال، والنوع الثاني الناس اللي وهو فيه استعداد وراثي عادي. عادة هو أكثر هو متعلق بالإيمونولوجي اللي هو المناعة، تكوين أجسام مضادة ضد الخلايا البنكرياس، ويؤدي إلى أن البنكرياس لا يفرز الأنسولين. والنوع الثاني عادة يصيب الناس اللي فوق 35 سنة، عندهم بدان أو عندهم هذا، وفيه استعداد وراثي مع السمنة ومع قلة الحركة، وهذه هي مشاكل مطروحة الآن في المدن. الناس تأكل ولا تحرك ولا تتحرك، والتغذية غير ليست سليمة لأنها ملانة بالمنزوعة القشور عديمة الألياف، من نوع دقيق اللي خالي من الألياف يؤدي إلى طبعا إلى كثير من الأمراض. لكن في أنواع أخرى من السكري، في نوع السكري لدى المرأة الحامل، وفي السكري النوع الثالث ويقال له واحد بي اللي هو يصيب الإنسان الإفريقي رغم أنه عنده سمنة كبير في السن، قد يصيبه يحتاج الإنسولين. وفيه النوع اللي الأول متأخر إنجال ولادة، يصيب الناس اللي نحيبها بعد 50 سنة. والسكري بالفعل أنواع ذهية، ومن أسباب النوع الثاني اللي هو المنتشر أكثر انتشار على أن الناس ما الحركة غير موجودة، وكثرة الأكل والبدانة طبعا، عادات الغذائية السيئة، والعادات ما فيها نشاط رياضي لك، وعند الإنسان كسل أساسا، يخلي في الاستعداد الوراثي تتطور، يكون فيها أجنة موجودة، مثلا الأم عندها سكري يعني أو الأب، هذا احتمال إصابة الشخص بالسكري 40%. لكن عندما يحافظ على لياقته البدنية وينقص وزن ويبتعد من السكريات ويبتعد من كثرة الدهون، لأن هذه السكريات في النهاية ستتحول إلى دهون، وهذه الدهون تزيد سمنة وكتلة شحمية، وهو سبب مقاومة الإنسولين وسبب السكري النوع الثاني. هذا أساسا من ناحية أنواع. من ناحية سؤال هل فيه مرضى السكري الذين لا يصومون؟ غالبية مرضى السكري لا يصومون، الذين يصومون من أمراض من مرضى السكري لا يصومون، تقصد لا يجب عليهم أن يصومون؟ لا يجب عليهم أن يصومون، لا يجب عليهم أن يصومون. يعني فيه ثلاث مجموعات، في مجموعات الخطر مرتفع جدا، هذا لا يصومون نهائيا، وفيه اللي هي مجموعة الخطر مرتفع جدا، مرتفع عادة النوع الأول، والناس اللي عندهم أدوية تسبب لهم هبوط السكر ولو مرتين ثلاثة قبل بداية رمضان، هذا ما يرتهم الصوم. وفيه النوع السكر والحمل، وفيه السكر والحمل فيه هو، وفي الحقيقة هو يواكب الحمل فقط، بعد أن ينتهي الحمل ينتهي هو. فيه نوعين، فيه مرأة كانت عندها سكري وأصيبت وحامل، هذه سكري وحمل. فيه السكر الحملي اللي هو الأرقام غير السكر عند الإنسان العادي، لأنه أقل من 1.26 وعادة فوق 0.92 على الريق، أو بعد ساعة 1.80 بعد ساعة من استخدام 75 جرام من السكر، والله 1.53 ملي جرام بعد ساعتين. هذا يشخص عند الناس اللي عندهم إما قطو خلقوا لهم أولاد كبار، والله عندهم ملي سمنة وفوق 35 سنة وعندهم استعداد وراثي السكري. ويستخدم عادة في البداية في الأسبوع 13 من الحمل، والأسبوع بين 24 و28 من الحمل، بعد لهم فحوص يؤكد إذا كان موجود ولا ما هو موجود. لذلك وعلاجه لابد من يعالج، لأنه قد بدون علاجه قد يسبب تشوهات ومشاكل. عادة علاجه عن طريق الإنسولين، أو إذا كان بسيط والحمية كفاته كافية، إلى ذلك لابد من الإنسولين، ما فيها علاج. طيلة الحمل. بعد الحمل خلاص. بعد الحمل هذه هي المشكلة، لأن الواحد إن قال لك كان عندك حمل، عندك سكر حملي، وبعد الحمل خلاص صح، ما لا تحتاج لعلاج، لا
لكن استعدادها انها تعدل سكري نوع ثاني 7 مرات من اكثر من الناس العادي، هي عاده ليه ما تقبل الارشادات وتقلل من التغذيه وتعدل نشاط رياضي وتخفف، لان بعد الحمل لا يقولوا لها اهلها انت ضعيفه، عندنا يقول السمنه ضعيفه يجب ان تاكلين، والمراه كانت عند هذا يجيب لها انها يعود عندها حمل. يعود عندها سكري من نوع ثاني. سكر حقيقي. سكري من نوع ثاني. النوع الثاني. في مجموعة ثانية اللي هي المجموعة اللي متوسطة، عادة نفس الناس اللي يديروا الحقن يقرأ عندهم درجة متوسطة، أو الناس من المجموعة الأولى نسينا الناس اللي عندها سكري وأمراض كلى، الناس اللي عندها سكري وأمراض أمراض كبد، هذا أبدا لا ما يسك ما لا يمكن أن يصوم. لا يمكن أن يصوم. المجموعة الثانية عادة الناس اللي عندهم متوسط، عندهم يستخدموا علاجين فيهم أدوية تهبط السكر، وعندهم أو عندهم عادة نظيم، لكن هذه الناس يجب مراقبتهم خلال الصوم. وهذا صعب في عندنا مراقبة السكر، صعب لأنه يجب أن يكون واحد عنده جهاز تشخيص للسكري خاص به هو، يقوم بالسكري صباحا بعد السحور بساعتين، ويقوم به الأوقات اللي يحس بها، ويعود مكون على أنه عندما يشعر بهبوط السكر يعدل السكر يجبره 0.70 على أنه يفطر مباشرة، والله يجبره 1.66 اطلع عمل يجارت يفطر مباشرة. هذه هي قضية لسولو الفقيه بشكل مختصر، كان إذا كانت هناك ما سيساعدك على الصوم في حالة المرض، كان لا بد لك من جهاز تشري، إذا كانك ملزم بشراء هذا الجهاز ولا تركني للتخفيف تخلي عنك الصوم. ما نقول لك انه ملزم به، ملزم به، لانه على كل حال إن الشخص الشرع يوجب له الظروف العاديه، ولكن حد له القدره ومتاح له لو عنده قاعد يعدل المراقبه اللي هي يعدل معها الصوم، هذا ما دام ما هم خطوره هي مشروطه به، هي مشروطه بالمراقبه به، معناها انه حد ما قاعد يعدلها ما معلش حد قاعد يعدلها يعني تصوم، حد قاعد يعدلها يجد يصوم. طيب الواسطه او في المجموعه اللي هي المجموعه اللي عادة تصوم، إما ناس عندهم سكري ودرجات عادية من دون مضاعفات سكري يسوى شنهي، وقد لا يكون يحتاج لعلاج يحتاج لحمية ورياضة، وهذا نوع من الناس يصوم يقوم بفحوص، لأن عادة السكري بعد الحمية وبعد هذا، لكن يعتبر على أنه الحمية اللي كان يعدل خارج رمضان يعدل في رمضان نفس الشيء، يكثر من السوائل اللي قد يسبب له طلع ضغط، ويقوم بفحوص دورية غير ما هي نفس المتابعة الريتم للحاح بالنسبة له. وفيه ناس عندهم دواء أو دوائين لا يسبب هبوط عادي، كان عادة الناس متابعة الناس، هون مشكلة عندنا على أن المريض يجي نهار قبل رمضان ويقول لك أنا الصوم، يعود مرة ما عدل سكري ومرة ما عدلوه، تجبره جرامين والله ثلاثة والله أربعة وهو يدور الصوم، لا إنسان مفكر ما اللي في الصوم في رمضان وفي مراحل جيد حالته جيدة والصحية، يالتو يأخذ للطبيب يقول له أنت قاعد قد تصوم ولا ما قد تصوم، عقب ذاك يالتو يتهيأ لرمضان، يتهيأ له 6 أسابيع 8 أسابيع قبل بداية رمضان، يعود سكره جيد وحالته الصحية جيدة. اللي رمضان في الأماكن الحارة في درجة وفترة طويلة 14 ساعة يوميا زيادة ومع درجات الحرارة مرتفعة، وعندنا قاعد على الشاطئ مرتفعة في أحراف الداخل. أكيد. أنا دكتور حمل بنفس حلقة سابقة أيضا تحدث عن هذه الفكرة، فكرة استعداد المصابين بالأمراض المزمنة لرمضان قبل أسبوع من أجل أن يسهلوا دروسهم عملية الصوم. بالنسبة لنا احنا قبله بستة أسابيع 8 أسابيع بالسكر لابد من تقضوا وتعرف شنو. وتعرف ما اللي تقوم الإنسان، تقومه كان عنده مضاعفات كان وهذا، ما يلتصم صوم واحد ما سوى للطبيب اللي كان قد يصوم ولا ما يصوم بالنسبة له السكري. يعني انت المصاب بالمرض المزمن تهتم بالاستعداد لرمضان بدل عارف مرضى تنسق مع طبيبك؟ المرضى نوعين، في واحدين يقدوا يصوموا ويرفضوا وهم عندهم، هم مرضى مزمنين يقدوا يرفضوا، غير في مرضى ما يسووا له، يقعد واحد عنده التقرامات يقول لك لا يصوم، في القضيه عادت عنده بالنسبه له عاده ما يخلص فيها موقف الشرع ولا موقف الطب ولا موقف الناس صامت هو يصوم. يجب الواحد يستعد. هناك ايضا من يتهربون من الصوم بحجه الاصابه، ما هم الامراض المزمنه على العكس اكثريه ما هم ذاك من التهرب، نسبه التهرب قليله في الامراض المزمنه. الامراض العاديه والناس العاديه هي اللي تتهرب بسبب درجه الحراره بسبب شيء. الامراض المزمنه دوما يشعرون على انهم يبقوا العباده يبقوا العباده يبقوا لجوء العباده. طيب شكرا. حد يكشف عنه يا دكتور، شكرا. عنه سابق الصوم
وجدوا مثلا وضعيته عادية تراكمي من الأولى لأخرى العادي. العادي لحقوا حدود جرام ولا أقل شوي، والتراكمي ما يلحقوا حدود 4.8 تقريبا. هذا ديسون. هذا إذا كان ما عنده قاع السكر أصلا، قاع هذا ما هذا غير مريض. إيه هو يعمل دواء عنده حبة. يا ريتني أعرف الدواء اللي يعمل شنو. يعمل دواء أمريل. أمريل شفت أمريل من الشنقال مسلفاميد مجموعة تساعد في إفراز الأنسولين. وهذه مشكلتها لأنها قد تعدل هبوط للسكر خلال اليوم. يجي للطبيب ويعرف هذا عادة ينعود حالته، يا تنقص له كمية الأمريل هذا. تنقص له بيلي يا بيلي مخيوه منه مهن ولا طلوع السكر، مخيوه منه هبوط السكر مالي في اليوم. طيب سؤال الأستاذ لا نضيفه الأسئلة اللي لا يطرح المشاهدين إن شاء الله. ألا من المشاهدين. عودة لأستاذنا الفقيه، في بداية أشرت إلى أن هناك أن الملاحدة والمستشرقين تحاملوا على الإسلام من ناحية تصميم المسلمين أو تعاملهم مع الأوبئة، بحيث أنهم أن هناك نوع من الاستهتار بالصحة وعدم الاهتمام بها. أكثر من واحد هناك يتكلم لك عن مثلا ما حدث في مصر من افزعوا إلى صحن المسجد وأطلب الله رفع البلاء، وقد تسبب في كارثة أيام الطاعون حيث أنه أصاب الجميع وحدث في بلاد كثيرة. وأشياء من هذا أحيانا يعطوك أدلة من بعض العقائد، بعض المسلكيات المرتبطة بالبدع. وقد عرف المجتمع الإسلامي الكثير من البدع وأكبت ظهور هذه الأوبئة. عدم الالتزام بهذا الأمر اللي هو عدم ولا تقوا بيدكم للتهلكة والتعامل مع هذه الأشياء، حتى عمر بن العاص لما تهم من الغسل قال تحجج بي ولا تقوا بيدكم، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن هل للبدعة دور في إعطاء هذا التصور وهذه الفرصة لأعداء الإسلام للنيل منه في قضية الالتزام بالقواعد العلمية بالتعامل مع الأمر؟ صحيح، على كل حال هذا أمر واقع، هو المشكلة كاملة بالنسبة للإسلام البدع يعطوا صورة مشوهة عن الإسلام، لأن بالحقيقة اللي يتبعون ويعملون به بعد ما يكونوا عن الإسلام، وفي نفس الوقت هم يلبسون عباءة الإسلام ويعتقدون فعلا أنهم على هدى وأنهم وحدهم اللي يطبقون الإسلام. ولكن على كل حال بالنسبة للقضية هذه اللي قد يقال فيها لا يعاد عن جهل كبير، نحن قلنا الإسلام أنه جعل أن الشرائع كاملة السماوية من الإلزامات الأوامر والنواهي أنها مرتبطة بمصلحة الإنسان، لا ينهى إلا عن شيء فيه ضرر للإنسان، ولا يؤمر إلا بشيء فيه نفع للإنسان. الإنسان هو محور العملية كلها في الإسلام وفي الديانات السماوية بصفة عامة. لأن قلنا الجميع، أنا قال لك بدون استثناء، ما فيه باب اليوم من أبواب الفقه فيه محرم ولا فيه واجب. ما المحرم حرم لأنه يضر بالنفس أو يضر بالمال أو يضر بالعقل أو يضر بالعرض. والواجب تم إلزام الشخص به لأنه أيضا ينفع في حماية النفس، أو ينفع في تنمية المال وصيانته، أو ينفع في الحفاظ على العقل، أو ينفع في الحفاظ على العرض وعلى النسب. معناها كل الشرائع السماوية إنما صممت لتحقيق مصلحة الإنسان، لسعاده في الدنيا وسعاده في الآخرة. هذا لا استثناء فيه. إن رجعوا لأبواب الفقه تلحق البيع اللي محرم منه كامل، محرم على أساس إضرار بالإنسان، لا اللي فيه ربا، لأن الربا يثقل كاهل الإنسان، والغش اللي فيه من ضرري، ويفسد الاقتصاد، التدليس كذلك. معناها جميع المسائل الجهالة غاسد كلها، هذه الأصول كان أصول المنع كلها سبب في إتلاف هذا المال. والمال محافظ عليه لأن المال هو أساس بنية الإنسان وقوام أمومه. العرض هذا حدود حد القذف، حماية لهذا العرض لا يمس، لأن من وقع في عرضك هذا على كل حال كأنه كان ما وقع في بدنك، لأن العرض هو المظهر الخارجي للعقل هو المميز للإنسان.
لن تقع فيها لك ما لو وقعت في العقل. منع الخمر ومنع المخدرات لأنها تضر بالعقل لأنه هو أساس الإنسان. معناها جميع الممنوعات إذا عدت لها تجد أن كلها أساس معي هو إضراره بالإنسان في بدنه أو في ماله أو في عقله أو في عرضه وما إلى ذلك. إذن الدين حريص على حماية الإنسان. معناها هو قاع كل الشرائع الهدف منه هو حماية الإنسان في الدنيا وحمايته في الآخرة. حمايته في الآخرة عن طريق حفظ دينه. أنا أن يحفظ له دينه، عقيدته الصالحة، وعبادته لربه عبادة صحيحة لا الابتداع فيها والانحراف. ثم يحفظ له ضرورياته الأساسية، يحفظ له نفسه، يحفظ لهذا النفس المال الذي به تقوم بنيتها، العقل الذي يميزها وتتميز به عن الحيوان، العرض الذي هو مظهر العقل، النسب الذي به تنتظم أحوال البشرية وتستقيم في خلايا وفي أسر وفي كذا وفي كذا وفي. إذن القضية في الحقيقة لا يقولها إلا من هو جاهل بالشرع، يعني الشرع كله قائم لا أو متحامل على تحقيق أو متحامل أو متحامل عن وعين أو جاهل جاهل مطلقا. وإلا في الأمر واضح بالنسبة للشريعة الإسلامية. بالنسبة للدين النقي من البدعة، هدفه الأساسي كشرائع الدنيا كلها التي جاءت من عند الله عز وجل هو حماية الإنسان ماله وصحته. أنا ذكرت لك بيات الجزائري، قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في المدينة، معناها توحيدهم الفاقد وكامل توحيد لا خلاف فيه، وحفظ نفسي يلتزم ومال معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل. هذا بعد هذه الرسائل السماوية كلها. من لم يكن متحاملا فليقل بغير هذا. إذا الآن نتابع فضيلة الشيخ الميكرو الفقهي وأسئلة المشاهدين الكرام. الفقير انا مسولين لك على السؤال، كان شبه حد يحج في فتره كورونا والله يخليني فوت تتخطى عنه. السلام عليكم ورحمه الله. انا اختار نسول الفقيه عن رقاش حاج اول مره في حاط رجال بيت الارحام اول ديالته يمكن جريال طباطي عدل شنو. السلام عليكم سيد الفقيه، نختار نعرف شنو مواجبات الحج. يقول الفقيه هنا مساجد اثنين وكلهم يصلي ورا الاخر ب 15 دقيقة والله 20 دقيقة. يا كان احنا هذا التجار اللي دائما يعود عندنا الدبش المطروح قدام، يا كان قد واحد منا يتأخر ويصلي في اللي يقدم ويمشي الثاني ويرجع له اللي يعود يقيس المساجد مسجد الاخر اللي يصلي عاقب ذاك، يا كان يبيح لنا والله ما تو. السلام عليكم. إذن عليكم السلام ورحمة الله. إذن هل من الأفضل الحج في فترة كورونا من الأفضل الانتظار إلى ما بعد؟ هذا هو كنا نتحدث عنه. فترة كورونا اللي يقولوا الأطباء والمختصين أن الحج لأنه يعرض الإنسان للإصابة بهذا المرض وبالتالي يعرضه للهلاك، لا يجوز له أن يحج. واضح. لأن ترتفع عليه الوضعية اللي هي طبعا لم يعد ذلك إشكال. هنا الأخ يسأل عن ما هو ركن ينبقي على الحاج بعد؟ ذاك هو الإحرام. الدبل هو الإحرام، معناها الدخول في الحج، وذاك يقع بالنية، معناها أن ينوي الشخص أنه دخل في الحج ويتلفظ بها، يتلفظ بالتلبية وجوبا، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك محمد رسول الله لا شريك لك، يقولها وجوبا مرة واحدة وعقب ذلك كامل يقول أنا عاد نافلة من أفضل النوافل، قال نافلة. إن الحمد لله. اللي هو الركن الأساسي هو النية، معناها أن ينوي أنه دخل في الحج. بعد أن قام بتلك الإجراءات الأولية من الاغتسال ومن تجرد من المخيط ومن صلاة الركعتين، هذه طبعا سنن كاملة الله، بعد فيها واجبات فيها سنن وتجرد المخيط واجب. وتقول أيضا الإحرام هو الركن الأول. أعتقد أن السيدة الموالية سألت ما هي فرائض الحج. فرائض الحج، الحج عنده أركان وعنده فرائض وعنده سنن وعنده مندوبات، أركان أربعة. الإحرام الذي ذكرنا بأنه هو أول والدخول في الحج والوقوف بعرفة، طواف الإفاضة والسعي بين الصفين، هذه الأركان الأربعة هي أركان الحج، ومعنى أنها أركان لا يمكن أن تجبر بدم، لا بد لحد من يؤديها، واللي تجاوز من واحد لا بد من يرجع له، وكلها عنده إجراءات اللي خاصة به. طبعا عرفة فيها إشكالية لأنها محصورة بزمان معين، حد ما جاء ما في يقدر يعدل عرفة، لا بد له يحج من العام القابل وجوبا، يعود حج لك ما خلق.
الاخرين كاملين قاعدين يتلفوا في اي وقت. الحرام اذا تخطى الميقات ما حرام يحرم من خارجه يخرج يتخطاه وراه يعود اسمه دم يجبره تجاوز الميقات بدمه. والطواف الى اللي يتداركه بقيه الحجة دون لزوم دمه وبعد الحجة مع دمه وكذلك السعي. الواجبات تصلي ما هي اركان هي تجبر بالدم منها طواف القدوم ومنها السعي منها طواف القدوم ومنها طبعا رمي الجمرات ومنها المبيت بمنى ومنها التشرد من المخيط ومنها الكف ايضا عن 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 عن, عن, عن العطور عن وعن وكذلك من الابتعاد عن 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 قص الشعر والله حلقه. هاي مسائل كامله كلها واجبات كلها اللي يخل حد يمشي منها يجبره بدم. وهناك فضائل اخرى من اللي يلا تعدل من سنن ومندوبات غير ما لا تلزم الدم. واضح. المشاهد يسال هل يجوز لعمال في محل تجاري التناوب يجد صلاة في مسجدين صليان في وقتين مختلفين؟ الله اذا قال لا اشكال فيه وقع الحفاظ على المال الحفاظ على المال هذا من الاعذار المبيحه للتخلف عن الجماعه. وعذر تركها والجماعه قال خشيه تعمرون وسرقون وخوف على مالي. خوف على مالي حد خايف على ماله هي تبيح له التخلف عن الجماعه التخلف عن الجمعه. وصل عمره متخلف عن الجماعه بهذا يصلي في مسجد اخر. بالتالي هذا قال لا اشكال فيه. هذا حل وجهي. لا اشكال فيه. اذا دكتور نعود اليكم. طبعا ينتشر الان واعتقد منذ فتره على السوشيال ميديا انه العالم على وشك ان يكتشف علاج للسكري. الى اي حد هذا صحيح؟ شفت هو فيه البحث العلمي مستمر لعلاج السكري وخصوصا النوع الاول اساسا لانه ما هو مقاومه وفقدان الماده. هناك كثير من البحث العلمي فيه من يحاول ان يكون فيه بنكرياس صناعي وبنكرياس اقرب لهذا وفي محاولات الزرع لان الزرع مازال يحتاج لمثبطات مناعه وخطيره معقده مثبطات مناعه خطيره على الجسم وعاده يختصر زرع البنكرياس على المرضى اللي عندهم زراعه كلى اللي عندهم قصور كلى واحتاجوا لزراعه كلى يزرعوا لهم في نفس الوقت بنكرياس مرضى السكري طبعا محاولات حلول وليست هذا هذا اللي ندالو يرجع طبيعي. وفي طبعا هو فيه انهم فيه كذلك فيه مره ماضيه كانت في حبوب الانسولين وبعد فشلت وفي السبراي هذا اللي استخدم وفي كثير وفي محاولات عن طريق استخدام البي سي جي هذه اللي هي لتطعيم ضد السل كعلاج انه قد يوقف او يعني الى محاولات اذا حقيقه الدواء هي على العالم على محاولات مشكلة. متقدمه فهم تقدم بالفعل النوع الاول فيه تقدم لكن حتى الان ما فات جات لها ما فات جات على شكل دواء على شكل اذا طيب سنتابع الاسئله الطبيه التي عدها الزملاء مع انتم لتجيبون عليها دكتور. ثورة الطبيبة كان السمنة هاي المفرطة كانت تأجر شي من أمراض السكري والله ما أنا في سكر دائما نصوم نسول أنا طبيب إذا نقدر نصوم ولا ما نقدر نصوم أنا مسول الطبيب إذا كان حد يدير الإنسولين إذا كان يقد يصوم وإذا صام كان يأثر ذاك على الكلى والله ما يأثر عليه نبقى نسول الطبيب عن ها نسبة السكر اللي مولاه ما يقد يصوم الشنية. إذا دكتور هل تؤدي السمنة المفرطة إلى السمنة المفرطة من أسباب السكري من أسباب السكري النوع الثاني أنها ذكرتم على بداية الحلقة خصوصا السمنة اللي ينقال السمنة الرجالية السمنة خلق السمنة النسائية هي سمنة من الخصر فأسفل وهي السمنة عادة ليست بالخطيرة جدا لكن السمنة الرجالية اللي هي سمنة الكرش وسمنة الصدر وهذه تؤدي استعداد وراثي على ان الشخص يكون في السكري خصوصا عندما يكون الخصر حسب الرجل او المرأة يتعدى
متر أو 78 88 حسب هذا. واضح. وبالنسبة ل مصاب بمرض السكري يصوم ويسأل عما إذا كان عليه ذلك أم لا؟ هو شفت هذا قلناها لأن احنا هو هذا يرتوج للطبيب وخرص وعرف كانوا نوعيته شنو وكانوا من الناس اللي يقدي الصوم ولا ما يقدي الصوم. إذا عليه تعميق البحث والتوجه إلى طبيب مباشرة. توجه للطبيب مباشرة. إذا من يستخدم عقار الأنسولين هل يصوم أم لا؟ بالنسبة لعقار الأنسولين بالنسبة للوثيقة الموريتانية اللي أخرج الفقهاء العلماء الموريتانيين والأطباء أنه لا يصوم. لا يصوم نهائيا. وبالنسبة لتأثيره على الكلى السكر كامل يؤثر على الكلى عندما لا يكون متزن وعندما لا يكون فحوص قد يؤثر على الكلى. إلا أنه لين يعود متزن ويعود عادي ومتابع سكره حاله حال الناس العادي. السؤال هون ما نعرف مدى علمية ما هي نسبة السكر التي يمنع على صاحبها الصوم؟ عادة هو اللي قلنا قبيل هو ما عادة نسبة هو شخصي ما يصوم ويصوم شخصي إلا أن السكر ينقال لأنه ينعود فوق غرام وستة وستين ملاه ما يرتو الصوم إلا أنه أي سكري غير معتدل نحن نقول هون غرام واربعين غرام خمسين ما يرتو الصوم الإنسان يرتعد معتدل ويتابع أدوية غير ما فهم خطر انخفاض السكر خلال الصوم وإلى عاد منفرسي على أنه الصوم يعود يعرف أنت ينخفض للسكر أنت يوقف الصوم وأنت باللي قد ينخفض للسكر خلال النهار ويفقد الوعي ويدخل وقد يخلق له النوع الأول ولا النوع يخلق له تحمض اللي هو حموضة الدم ويكون قاتل بالنسبة له وقد يخلق له تركيز في السكري في الدم يعود تركيز كبير ويدخل في غيبوبة تركيز سكري وخطيرة معناه أن لا رجاج يرتوي وخذ على طبيب يعرف المرض الشيء. إذن فيما يخص العامل الوراثة بالنسبة للنوع السكري كلها بالنسبة للإفريقي فقط؟ لا الإفريقي وحده قاع ما هم الإفريقي يعتبر نوع من النوع الأول هو العامل الوراثي أكثر هو في النوع الثاني عندما يكون والد أو والدة في السكري فمحتمال 40 إلى 60% إصابة بالسكري عندما يكون الاثنين إصابة تنتقل بين 60 إلى 100% إذا مستوى الخطورة أكثر في أي الأنواع هم كاملين خطيرين انتقال بالنسبة للاستعداد الوراثي هناك استعداد ضعيف لأن النوع الأول قلنا على أنه مناعي أساسا نسبة الخطورة متساوية في جميع الأنواع الثلاث وإن عود قال السكر إنه عود متقاد متزن وطبيعي متوسط أعمارهم حسب الأوروبيين وكامل دراسات كاملة ما غير بعيد من متوسط أعمار الناس العادي فالناس اللي ما تتابع السكري ولا تخرص مضاعفاته ولا تعدل فحص بول الميكرو ألبومين سنويا ولا تعدل فحص للشبكية ولا تعدل فحص للقلب ولا تعدل فحص لشيء والواحد يقول له عدي بالطب تشخيص أعطاه عقار بعد قبل ثلاث سنوات هو يتابع نفس العقار وتجد عنده السكري وعنده اعتلالات اخرى مقبولة. ما هو مقبول. طيب بالنسبه احيانا الاطفال معرضين لاصابه بالسكري طبعا الاطفال هو النوع الاول اللي يصيب الاطفال بطبيعه الاطفال النوع الاول من السكري ومع ان فيها انواع ثانيه من النوع الاول ينقالها مودي ونجنتيك لا علينا نحذر في حاله اذا كانت الام والاب مصابين بالسكري قد لا يكون عنده علاقه قد فهم لان الاستعداد الوراثي بسيط الوراثي اكثر في النوع الثاني بالنسبة لهذا فم هو نوع من المناعة بالفعل فم عوامل وراثية لكنها لا تتعدى 5% يقال فم هو أجسام مضادة غالبا أجسام مضادة تتكون ضد الخلايا تفرز الإنسولين أو ضد الإنسولين أو هذا أو ضد النسيج يعود الإنسولين ما تنتج الإنسولين ويكون الإنسولين غير ناجع واضح إذا عودة الأستاذ الرابط بالنسبة للوضعية العامة الآن فيما يخص الأوبئة والحج لم يعود هناك إشكال كما بينتم الأمر بالغ الوضوح هو أن الإسلام يسعى إلى الحفاظ على النفس البشرية والإنسان ماله وعرضه وطبعاً صحته أولاً نعرف كمسلمين أن الناس تتفاوت من ناحية تعاملها مع الأمور فيما يخص غلوها فيما يخص ركونها لتفسيراتها الخاصة
ربما بعضهم يقول لما تريدون أن تمنعونا من الحج، ويتحججون بشتى الحجج. طبعا ليست هناك أمة إلا ولديها مشاكلها، والشيطان يعني يسير بين الناس. يعني الآلية التي من خلالها يمكن أن الرد على هذا النوع، نحن تحدثنا عن الملاحدة والمستشرقين ممن يتحاملون على الدين، أريدكم أن تنيروا المشاهد الكريم فيما يخص الذين يغالون في إتيان الفرائض ولا يحملون هذه الأحكام على محمل حسن النية. طيب، هذا فعلا واقع مع الأسف، واللي اختلوا بعثوه هنا نصحوه له من العدو داركين أن اللي مطلوب منهم شرعا هو الانتهاء كذلك ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه. هذا هو المكلف الشخص، شخص مكلف بالتقوى. التقوى كلمة جامعة معناها امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. الله تعالى اللي يأمرك بأن تفعل أمرا معينا يفعله، اللي يأمرك بالكف عنه ينهاك عنه، عليك أن تنتهي. الله يحب أن تختار وخاصه كما تنتظر. ما معدل شيء بعبادة الشخص. حجك أنت الحج ما هو مشروع لك، الله تعالى ما معدل به شيء، الله ما معدل به يا عيل عدل مشروع لك. يعني ساعة أنت بعد واجب عليك ومستفيد منه شرعا. وإن تعود مع تعود لقاء الحالة هذه ترجع ما هو واجب عليك وذلك مستفيد منه شرعا. تعود من أهل بالنسبة لك إذن. معناها أنت الطاعة منين يقول لك الله تعالى أنك توقف عنها؟ ذلك لها عاد إثم ما تطاع. تنقل الله تعالى يقول لك لا تحج، هذا فيه ضرر للنفس، والضرر للنفس محمي شرعا، والواجبات تجاه وما كانت موجودة توقف عن هذا اللي أنت فعله، تعود تفتح حرمات الله، تجاوزت لكن تقالك الله تبارك وتعالى وتعود أنت هون معصية ما لك عبادة. إذا جاء الله حدد الأمور يقيسها بقياسها العادي، لأن الله تبارك وتعالى الشرائع أنزلها لمصلحة الإنسان، ويرى أن الله تعالى لا ينفعه شيء من فعل الإنسان ولا يضره شيء من فعله، لا نفع له ولا ضر في الإنسان بأكمله. القضية كاملة قضية الإنسان من نفسه، ولا ينتفع منه إلا ذاك الذي فعله له موافق للطاعة، أنا مستجيب لأمر الله تبارك وتعالى بفعله هذا، وذاك الذي منهم خالف به الله تبارك وتعالى سواء هو طاعة سواء في أصل العبادة هذا معصية به للمخالف. والطاعة الفرق بينهم لا، هذا امتثال والله هذا غير ليس بامتثالي. إن تعود اللي لا يتعدل الأمر اللي هو الناس على عاد ناهيك عنه، أنا أعطاك قيود معينة والقيود أنت ركزت فيها ومشيت عنها، ومن أنا قال وإلى الناس حد بيتي من استطاع إليه سبيلا جمل الصك فيها مباشرة، فصك من استطاع، من استطاع منها الأمن من الحفظ النفس اللي جمل الصك لك فيها. وعند الاستطاعة ما هي خارجة، مش أنت لا تحج هذا مو أنا ما قال لك تحج، قال لك القضية ما مطلوب استطاعة، عدت أنت وأنت ما لك مستطيع، أنت مخالف الشرع، أنت هون معاصي ما لك ما لك عدة طاعة واجع. وبالتالي القضية الحقيقة جهل للناس من عامة الناس ومن الناس اللي عندها العواطف اللي مجردة من الفقه. أنا عندها عواطف دينية ما علمية وتو هي غير مجردة من الفقه، والفقه هو القيود اللي تقيد الإنسان، أنا تضع له حدود عند كل مكان معين، تضع حد لكل شيء وتقيده على أشياء معينة. وهي الأشياء الجاهل يعود يوسم يعود الجاهل يظن هو طاعة له هو الفقه مانعه، ما قد تعدله، ممنوع عليك الصوم، ممنوع عليك الحج. أكيد. وهما طبعا أركان الإسلام. نسأل الله. منين تعود أنت فهم قيود مانعتك منهم شرعا؟ لين تعدلهم أنت مخالف الشرع؟ تقدمت هون على فعل مخالف فيه أمر الله تبارك وتعالى. أخطأت من حيث حتى الطهارة. حتى الطهارة اللي شرط في الصلاة اللي يركن الثاني من أركان الإسلام، منين تعود اللي أنت في وضعية استعمالك للماء لا يعرضك تخاف من هلاك والله من أذى شديد، تعود هذه الطهارة تعود عصية الله تبارك وتعالى، تعود معصية ومتى الطاعة؟ ما تشرط في الطاعة؟ يا الله تبارك وتعالى ما عنده غاية في عبادته أنت، لا 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 لا, لا حاجة له فيها، لا تنفعه. اللي موجه لك هو أنك خلقك لعبادته، وعبادته معناها امتثال لكن اللي امرك الله تعالى به افعله، والكف هم اللي عليك نهاك عنه. اسوى الصلاه اللي نهاك عنه، نهاك عنه لظروف عارضه كان اصلا واجبا، قال لهم ظروف معينه قال لك عاد ممنوع، انت خليك الظروف لك اياه، هو عاد ممنوع بالنسبه لك ما تلا واجب. واضح. عاد في دائره المنع. جزاكم الله خير. اذا الان مشاهدينا الكرام نتابع مع ذاكره رمضان مع زميل مختار لسان الدين.
لقد عرضنا في الحلقات الثلاث الماضية لموضوع الرؤية والشذرات مما تحتفظ به الذاكرة والأرشيف من معاناتها، وقد انتهينا في لقاء أمس إلى أن هناك من أصدروا مؤلفات معضدة للرأي القائل بإلزامية الفتوى والتوجيهات عبر المذياع الصادرة عن اللجنة. لقد تصدى الشيخ بداه لهؤلاء جميعا وأفحمهم بالحجة والبرهان وكاتبهم مبينا وموضحا، فقد كان الشيخ رحمه الله فعلا مؤسس هذه اللجنة التي أصبحت فيما بعد ولله الحمد لجنة وطنية تتوفر على فروع في الداخل، تعنى بمتابعة رؤية الأهلة على مدار السنة، وتحظى بإسناد قوي من الإدارة العمومية، وتوكل رئاستها للقضاة لأن ما ستصدره هو بمثابة حكم قضائي نافذ وملزم استنفد مختلف وسائل التحقيق والإثبات، واللي قال القاضي ماضي كما يقول مثلنا الشعبي. وإلى اللقاء في حلقة قادمة. لديكم تعليق على العميد رسال الدين؟ لا، هذا التقرير جيد على كل حال، رئيس الهلال، لكن كنا نقوله في الأمور العامة زاد هي أيضا ناطها الشارع بضوابط معينة. هاي الضوابط من التحقق لا 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 يعنيك هل الشاهد الذي عدل كان كاذبا في نفس النبي. هل يعني قال إن كان صاحب منك مكلفي إن استطاع أن يكلف نبي اللي أناط به الأمور البينات وظاهر الأمور البينات، ما في نفس النبي ما أنت مالك مطالب به ولا يقدر يعرفه. اللي أنت خلق البينة تجبر شاهدي عدل على أن الهلال شاف يلا تصوم ويلا تفطر، من بعد ما هم خارجين تبين لهم باللي ما فات خليت. قام الترشه كان وافت بني اسرائيل حسب الله. الله يشهدوا على امتي ويشهد الله عليه. حق. دكتور، بالنسبه للعلاج فيما يخص عندما يكون مصاب مرض السكري في وسط البروتوكول العلاجي ويحصل مثلا مشكل في توفر الدواء او تاخره، خصوصا بالنسبه للاشخاص الذين يستعملون الحقنه، هل هناك مخاطر معينه وما هي الحلول؟ طبعا هو صايم ولا غير؟ واحتمال مستبعد وغير صايم ولا يحصل حتى غير الصائمين. غير الصايم بالنسبه ل جيد، هو انت تتحدث في حاله عدم صايم. توفر الادويه واختفاء الادويه، وتتحدث لنا عن الحالات اللي لشك اللي يخلقوا الناس اثناء الصوم وطريقه التعامل معهم والتصرف المثالي. بالنسبه لمريض السكري النوع الاول او النوع حتى النوع الثاني الذي يحتاج الحقن، هاي الحقن اما بالنسبه للنوع الثاني قد تكون حقنه واحده ليليه مساعده للعلاج عن طريق الحبوب. وهذه عاده تكون في الليل بعد العشاء تقريبا. وبالنسبه للي ياخذ حقن كلها، هذا اما في بروتوكولات، اما ياخذ حقنه من النوع الطويل ليلا وياخذ ثلاث حقن فوقات قبل الوجبات، او ياخذ حقنتين، هذا الزامي يكون هاي الحقن قبل الاكل، لان هذا يعتمد عليهم حياته ويعتمد عليهم. بالنسبه للناس الاخرى، الناس اللي تقدمت وتقدم تثقيف صحي للمرضى، تعلمهم الاكل حتى انه قبل يدير الحقنه يعرف كم سياكل من السعرات الحراريه، كم يحتاجه من الانسولين، كميه الانسولين. المريض صار هو الطبيب، يعرف كميه الانسولين التي يحتاجها. وهذا الزام الانسان يستعمل تثقيف نفسه، هذا ينقال له التثقيف الصحي في السكري اساسي في العلاج. المريض هو الاساس في علاج نفسه. نحن نعطوه نصائح، لكن هذه النصائح مع الوقت يكون هو اقوى من الطبيب في المرض. هذا اساسي. بالنسبه للعلاجات الاخرين، الحبوب عندها فيها انواع، كيف الميتفورمين اللي هو الجليكوفاج، وهذا قد يستخدم عاده وسط الغذاء اذا نسيته في وجبه تقدر تديره في وجبه اخرى. لكن في ادويه المفضل انها قبل الاكل، كيف الجليمابريد اللي هو الاماريل، وهذه الادويه تستعمل قبل الفطور، يجب انها تستعمل قبل الفطور. لكن اذا نسي المريض لا تعطي نفس المفعول، طبعا يجب ان يستعملها في الوقت اللي في ادويه لا تستعمل بتاتا قبل الاكل، تستعمل الا قبل الاكل ب 30 دقيقه. حبوب كيف اللي هو نوفو نورم، هذه يجب ان تستعمل قبل الاكل، ويجب على المريض ان ياكل بعدها، لانه اذا لم ياكل سيهبط سكره وسيدخل في غيبوبه. معناه ان انتظام السكر هو ملاهم على الوقت،
يكون شخص يعرف السكر، يعرف المرض السكري، ما هو إنسان يأخذ شيء من الحبوب وينسى، يعرف الحمية، يعرف كم يعمل من الرياضة، إما عن طريق الهاتف الذكي 8000 خطوة أو 10000 خطوة، أو كم الرياضة عن طريق الهاتف، ما هو يمشي يعمل الرياضة يظل واقف يقول لك قضيت 45 دقيقة، 45 دقيقة شهدها ينظر في الشارع. أنا يالت المريض إلزامي يأخذ الإرشادات الطبية ويعمل كيف، فيه أدوية تستعمل بحجم معين، يجب أن يكون المريض ينعرف وزنه وينعرف كتلته الوزنية شنهي. أكيد واضح. إذن نتابع معنا الإمساكية ونعود إلى فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، وعودة للأستاذ الفقري المراد محمد الأمين. إذا بالنسبة للخلاصة هي أننا ملزمين باتباع الضوابط، الضوابط التي ستترتب عن أي واقع مرضي يظهر فيما يخص الحج. كان يقال مثلا بأن الحج يصلح لعمر معين، لفئات عمرية معينة، أو أنه سيتم إلغاؤه هذا العام، أو أنه العدد سيكون قليلا، أن يصبح للشارع الحق التحكم في طبيعة ما يجب عليه أن يكون الحجم، أن هذا لا غبار عليه من ناحية الشرعية. أنا كل حال أنه وذمة جهات مختصة، وهي الجهات اللي هي موكول لها الأمر في تقدير الوضعية الظرفية الصحية لتجعل الحج يمكن أن يقع في حدود معينة. هذه الحدود قد حددها الجهات اللي عندها الإمكانية التقدير الظرفية، وهي الجهات اللي هي في ذي الموضوع اللي هو لكن لا يتعدى الملزم بالنسبة لنا، هي الاشتراطات اللي عدلوا السعوديين مثلا في الحج. هذه من الاشتطاع، هاي الدقة اللي عدلوا، هاي الإجراءات اللي عدلوا كاملة أصلا في الظروف العادية، لابد الحد من عدل بهي اللي داخلة في إطار شروط توفير الاستطاعة. شرط الاستطاعة شرط أساسي، وتوفيره أهم جانب من جوانبه هو الجانب المتعلق بالصحة والجانب المتعلق بالأمن، هذا هو أهم. مع طبعا الجانب المادي قاع ما هو محتاج به لحد ما عنده وعمه ما هو قيس الحج نهائي، غير حد متوفر لديه لابد الآخر متوفر. عليك الأساس الجهات اللي مختصة واللي مسؤولة عن مراقبة الموضوع اللي هو تستشير فيه أهل الرأي وأهل الطب وكل الأمر، ولا هم اللي متهمة فيه لأنها العادة ما هي مستفيدة منه، ما هي متضرة منه، درجة على الاستفادة منه لا هي اللي حاصلة، هاي اللي لكن اللي تقرر في الموضوع اللي هو يجب علينا كاملين نعمل المقتضى، لأنه إنما قرر لأجل المصلحة، لأجل أنه هو اللي فيه احتياط بالنسبة للإنسان من تعريض الهلاك بسبب الحج، وهذا لا قائل يقول به. الحج عندما يكون لا يؤدي لصاحبه غرض، بس هو قاعد راسخ غرض شنو هو؟ ينبغي ان لا يحج. وهو اللي ذكر لنا في التاريخ الاسلامي شهد كثيرا من هذه الحالات. بعض الفقهاء المالكيه في فتره معينه من الزمن اكثر فيها لا لصوص في الطريق وش ضربته، جاء الناس في عرفه راكب على 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 فرسه، قال من عرفني فقد عرفني ومن عرفني انا فلان، الحج ساقط في هذا الزمان، الحج ساقط في هذا الزمان. وهو لا قضيه لصوص وقضيه عدم امن الطريق، هاي النوع الواحد يتعلق بالصحه العامه اخطر هي من هذا، اخطر من اللصوص. في هذا وباء يقدم حيل بشريه، الحجاج كانوا باكملهم عن اخرهم، ثاني قضيه خطيره. انا كل شيء كامل قرروا ان اهل الاختصاص والناس اللي موكول الامر انه قد يعرضوا الحجاج الى هذا الامر يجعل الحجاج ممنوع عليهم الحج. والغالب سبحان الله انه قاعد اللي يحج من الناس اغلبه قاع ما واش به الحج، كل يقعد فات حج يعني المره الثانيه. والحج هم اللي اصلا هم خلاف بين العلماء بل هو واجب على الفرض على التراخي. مذهب الشافعيه انه واجب على التراخي، معناها احدك ما يتقدم بك العمر زدت على 60 سنه وانت خايف تعود حق مرحله العجز في حين من امريكا. وهذا قول عند المالكيه، وان كان مشهور عندهم الواجب على الفوري، كانوا الفوري اصل مذهبي. يا غير بعد المالكيه وما وافقهم عند الشافعيه وما وافقهم من المالكيه انه قاعد على التراخي. هذا في ظروف قاعد عاديه، ما هم قاعد حاله صحيحه حاله ماضيه انت قادر ولا عندك وامن. قالوا تود تتوخر الى فتره معينه من الزمن. احرى الى عاد اللي فهم وضعيه صحيه قاعد حرام عليه القيام به. هناك من يقول انك لا يجوز لك ان تكون مثلا، البعض يصل الى درجه يقول لا تكون في دار مثلا يمكنك ان تحصل على دار دونها ان بعتها، لانك ان تعود ان بعتها وتحصل على دار دونها في القيمه وما تستطيع به الحجه انك لم تفعل انت اثم. متنافي مع هذا على كل حال. هو الحج
واش بعد لقاش عاد عنده بلغه من المال، معناها عاد عنده من المال قد اللي يحج به ويبقى عنده ما يقيم به حياته أوده. هذا واش عليه الحج، هذا اللي هو اللي عاد اللي مالك عن طريق العقار اللي راهو عنده القدره اللي هي يعطوه يستخدمها، عاد اللي عن طريق مال هاني من المنقولات كذلك، عاد التجاره كذلك. المهم ان المقياس عند الشرع ان الشخص يعود حصل عنده من التمول قد اللي يقدر يحج به. وطن بلادي حج بعد يعمه متمولا لا باستدانه، يعود الحج بعد ساقط عنه يعود اداه بطريقه شرعيه. يعود الى يرفد الدين وحج به حاس انه قد خلص الدين له، هو يعود حجه صحيح لا اشكال فيه. خير قال وان باستدانه، انا يعملوا كاع القدره محصله لا باستدانه. هذا لا يتنافى مع التراخي الذي قلتم الان عن التراخي؟ قلنا له لا مذهبته مذهب الشافعيه، وقال مذهب الشافعيه وبعض المالكيه. بعض المالكيه قلنا له عنده الشافعيه كمذهبهم الرئيسي، وقول من مذهب المالكيه انه واجب على التراخي. وبالتالي هذا معناه انك انت هذا بعد التراخي لا حد فات عاد قادر اكيد حد حصل القدره حد ما حصل القدره ما واجب عليه بيد الوجوب قاعد تعلق بالشخص مرتبط بحصول القدره حصول الاستطاعه، ما حد استطاعه الماليه البدنية ما هي خارجة، والأمن ما هو خارج، والوجوب قاع ما هو خارج منتفي. إذا الصيعدو كان متوفرين واللي مختلفين العلماء، هل يجوب عليك أن تفعله على الفوري معناها يكسر تعدله؟ والله قلت ترى خافي إلى وقت آخر. واضح. مذهب المالكية المشهور عندهم أنك تعدله على الفوري، وهم قول أنك تعدله على التراخيم وفاقا للشافعية اللي قايلين واجب على التراخي. التراخي ذيك ما لم يتقدم به العمر الى فترة عادية يظن فيها انه قد يعجز يكسر ما تقدر تراخى. واضح واضح. اذا دكتور مصطفى، بالنسبة للمصابين بمرض السكري، يعني طبعا بالاضافة الى تصميم من عزموا على الصوم ومن لم يعزموا عليه، هذا يعني داء مزمن ويجب كما ذكرتم ان يتم التعامل معه بجدية اكثر. ماذا على المرضى في حالة الصوم، في حالة من يستطيعون الصوم ومن فهموا ذلك من خلال مداخلاتكم الليلة، أن يفعلوا من ناحية الحرص على صحتهم، وكيف يتعاملون مع أي شعور بأنهم يهدد حياتهم أثناء الصوم؟ ما الذي يتطلب منهم أن يقطعوا الصوم فورا، وماذا عليهم أن يفعلوا؟ بالنسبة استخدام الأدوية خلال الصوم يجب أن يمر على الطبيب، وعادة فيه الأدوية اللي تسبب إفراز الإنسولين، عادة نحاول أنها تخفض كمية في حالة الإنسان مستقر وتندار في وقت الفطور. والأدوية الأخرى كيف الميتفورمين، وهذه الأدوية تندار في الوجبات الأخرى. غير الافضل للصائم اللي عنده سكري ان لا يكثر كثيرا من التغذيه، بدل يقبل وجبتين، يجب ان ياخذ وجبتين اساسيتين، واحده فطور يكون فطور جيد فيه نشويات فيه دهون فيه بروتينات يحوي فيه خضار فيه اي شيء، ووجبه سحور تكون غنيه في نفس الوقت، لان هذه الوجبه هي اللي يعطيها عليها اليوم كامل نجل ما ينخفض للسكر في اليوم. اما الاكل ثلاث مرات اربعه في الليل هذا يؤدي الى بدانه ويؤدي الى زياده سكري عند الشخص. بالنسبه لما عليه القيام به، الاعراض اللي عليه القيام عندما يشعر المريض السكري بكثره التبول، والله يشعر اساسا بعد بالنسبه لهبوط السكري هو اللي مخيوف منه اساسا، واللي يالتمو له يفطر مباشره بين قد يؤدي الى غيبوبه سريعه ولا قدر الله الى حاله، يجب على شعر بشعر بتعرق بارد، اذا شعر برؤيه ما هي واضحه، اذا شعر بالدوران او حس انه حس انه لا يفقد وعي، عليه ان اي مريض سكري في خلال رمضان صايم يرتد عنده ثلاث حبات من السكر. سكر نفسه دائما في البنت دوما في البنت طيب. يحسب هذا يديرهم في فمه. طيب شكرا جزيلا دكتور، ونأسف على مقاطعتكم لكن الوقت انتهى. مشاهدي الكرام، اشكر لكم حسن متابعتكم لهذه الحلقه التي نرجو ان تكون
قد أفادتكم في شقيها الفقهي والطبي. وباسمكم نشكر ضيفي الكريمين الأستاذ الفقيه المرابط محمد الأمين نائب الأمين العام المساعد لهيئة العلماء الموريتانيين، شكرا لكم فضيلة الشيخ. أشكر الدكتور مصطفى أول السجاد أخصائي الأمراض الباطنية، شكرا لكم على تلبية الدعوة وعلى التوجيهات. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تحياتي وتحيات فريق الخيمة الرمضانية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.